مساء الخير. الإنجازات اللبنانية الرياضية عم تتوالى بالعالم كله، تحديدا على صعيد آسيا. منتخب لبنان للسيدات عم بيبقى ضمن المستوى الأول، صحيح أنه احتل المركز السابع بين 8 دول، لكن هيدا منه شيء سهل بالنسبة لمستويات المنتخبات المشاركة، وهي منتخبات عندها تصنيف عالي جدا بالعالم كله. أيضا بالبيتش فوليبول، منتخب لبنان تحت 21 سنة عم يتأهل لبطولة العالم بعد ما خسر اليوم بالدور نصف النهائي قدام كازاخستان، لكن يمكن اعتبار هالشيء إنجاز كبير للشباب اللبنانيين. بالجزء الثاني رح نحكي عن البيتش فوليبول، عن الدورات المنتشرة على طول الساحل اللبناني مع عضو الاتحاد اللبناني للفوليبول ورئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية غسان إرداحي. بالجزء الأول خلوني رحب بكابتن منتخب لبنان للسيدات للباسكتبول ريبيكا عقل. هاي ريبيكا. هاي إلي. أول شيء مبروك لإلك ولكل الصبايا، كنا بنتمنى أنه تكونوا كلكم معنا ونحتفل فيكم، لكن للظروف أحكام. خليني بلش أسألك أول شيء، هل بتعتبري البقاء بالمستوى الأول بآسيا إنجاز، ولا كان ممكن ينعمل أحسن من هيك؟ لا، بيعتبر هذا إنجاز، لأنه نحن فريق خلينا نقول متواضع وعنا إمكانيات متواضعة بالنسبة للفرق يلي قابلناها، وفترة التحضير كمان كانت قصيرة، شهر غيرنا كانوا عم يتمرنوا صار لهم سنة سنة ونص عم بيعملوا كامبات، عم بيلعبوا ضد غير فرق. نحن بالوقت اللي كان معنا، بالأجنبية اللي اجت معنا، باللي عنا اياه هون كبلد ان جنرال يلي قدر يقدمه الاتحاد، بعتقد نحن عملنا انجاز وقدرنا نربح على تشاينيز تايبي ونبقى بالدرجه الاولى. طيب السؤال، شو اللي ناقصنا؟ يعني الاستعدادات اوكي، يمكن هيدي امكانيات الاتحاد اللبناني، بس نحن شو الانديكاب قدامنا؟ طول، غير التحضير. كثير قصص تنقصنا. اول شيء بتبلش من الباك جراوند تبعنا يلي ما عندنا الكالتشر تنكون بروفيشنال بلايرز بلبنان، عم بحكي للبنات اكثر. سو من هون بتبلش الفروقات بيننا وبين غير بلدان، بيرجع بلس نحن السايز تبعنا كثير صغير بالنسبه لغيرنا، سو بينقصنا عامل الطول، الاثليتيسيزم تبعهم ما عندنا اياه، وهن مثل ما قلت من هنا وصغار بيربوا على هيدا المنتاليتي، على هيدا الكالتشر، سو عم بيكونوا بروفيشنالز من هنا وصغار، منضبطين من هنا وصغار، ومن هون بيكونوا عم يتمرنوا كل يوم، عم بيكرسوا وقت اكثر للعبه، سو عم بيطلعوا احسن منا ان كان جسديا البنيه تبعهم وان كان الاي كيو ليفل تبعهم. البطولة اللبنانية كتار بيعتبروها بطولة ضعيفة، يعني محصور لقب بين فريقين أو ثلاثة ماكسيموم. برأيك إذا بطولة لبنان للسيدات تحسنت أكثر أو زاد عدد الفرق أو توزعوا اللاعبات على أكثر من فريقين أو ثلاثة، ممكن هالشي يعلي المستوى، أو حتى إذا فينا نستعين بأجنبيات على ليفل أعلى من يلي عم بيجوا على لبنان؟ أكيد في كتير قصص فيها تحسن البطولة، فينا نخفف عدد الفرق مش نزيدهم، نحن ديجا 10 فرق وما في ليفل كتير عالي عنا، ما في عدد كافي من الصبايا تيلعبوا بالدرجة الأولى، سو بيتخفف العدد ل6 فرق تقريبا. لائحة النخبة أكيد تتعدل كمان، ينحط كرايتيريا تيتوزع البنات بشكل أفضل على الفرق، ويكون بدل 5 يمكن يكون في 3 بكل فريق. فورمال بطولة فينا نعمل بطريقة أحسن، وأكيد وجود الأجنبيات بالبطولة من أولها رح يعلي الفرق كتير ورح يغير نتائج المباريات. ليش لا نشوف عنا أجنبيتين بكل فريق من أول السنة بدل ما يكون في بس أجنبية واحدة بالفاينل فور. ريبيكا، بصراحة عم نشوف أكاديميات الباسكتبول للبنات والفرق المنتشرة بكل المناطق عم بتزيد، بس عدد اللاعبات يلي بيقدروا يلعبوا درجة أولى أو ينافسوا على صعيد برا ما عم بيكون كتير كبير. في دور للأجهزة التدريبية، في دور للاتحاد لحتى نحسن هيدي الأمور؟ أكيد إيد واحدة ما بتزقف، لازم يكون العمل جماعي. دفنت لي الاتحاد صار عم بيركب أكثر مباريات ودوري دورات للفئات العمرية. نحن كأكاديمي من عندي بحكي، كبرينرز هوكس أكاديمي، عم نجرب قد ما فينا نسلط الضوء على البنات، نبلش نعطيهم أهمية أكثر، ندعمهم أكثر إن كان من ناحية التمرينات، نأمن لهم أكثر فاسيلتيز تيتمرنوا، ونجرب نخلق
كومبيتيشنز وتورنمنتس، لانه في عدد كثير بنات، في عدد كثير عم بيجي على الباسكت، سو في بيزك ليفل اذا بينشغل عليه، اذا بيتطور، اذا بتحسسهم في اهتمام بيكون في عنا مستقبل واعد، لانه هلا البنات ما عم بحسوا في اهتمام من حدا، سو ذاتس واي ما عم بيكونوا محمسين يلعبوا باسكت، بس وانس بتحط تقلك فيها معنويا وماديا اكيد رح يكون الاقبال اكبر ورح ينموا الموهبه اللي عندهم اياها. خليني اسالك، انت لعبتي خارج لبنان، لعبتي بدوريات محترفه قويه كثير وقاسيه كثير كمان، ان كان بدنيا وان كان فنيا، هل المدرب الاجنبي افضل بالنسبه للبنات؟ يعني اذا جبنا مدرب اجنبي او مدربين اجانب يهتموا بالصبايا افضل من المدربين المحليين، ولا بتشوفي انه مثل بعضهم؟ صراحه لا، يعني عندك كوتشية أجانب كتير منيح احتكيت فيهم وتعلمت كتير منهم، وفي عندك كوتشية أجانب قطعت معهم كانوا عادي. أنا ما بعتقد إنه الكوتشية بلبنان أقل شأنا من برا، أكيد حسب، يعني في هيك وفي هيك، بس إن جنرال نحن عندنا كوتشية كتير منيح، سو هيدي مانا مشكلة. يمكن المشكلة اللي عندنا إياها مش بس ككوتشية، حتى كلاعيبة إن جنرال شوي نحن بنفكر انه بنعرف اكثر من غيرنا، بنفكر بنعرف اكثر من الباسكت الاوروبي، بينما نحن صراحه ما بنعرف، سو هيدي عم تشكلنا مثل المشكله، عم نشوف حالنا اكبر من ما نحن عم نكون، سو ذاتس واي هيدي هي المشكله اللي عندنا اياها، هي مشكله شويه منتاليتي، بس في عنا كثير كوتشيه منيح بلبنان، ما راح اقعد سمع هلا، بس هيدي منا مشكله ابدا عنا. طيب خليني اسالك، نرجع لبطوله اسيا، البعض انتقد الخساره قدام منتخبات مثل الصين، كوريا، نيوزيلند، يمكن ما بيعرفوا تصنيفهم العالمي، بس انه بتعتبري انه الخساره قدام هالفرق شيء يعني كنا متوقعينه كلنا وانتم متوقعينه كلاعبات، لكن قد ايه اكتسبتوا خبره منه وقد ايش بتقولي للناس يلي عم ينتقدوا انه يا عمي وين نحن وين هن؟ صح، مثل ما قلنا اول ما سالتني الاسئله، الفوارق بيننا وبينهم كثير كبار. نحن رحنا على هذه البطوله عارفين شو ناطرنا، ومثل ما ذكرت حضرتك الصين ترتيبها ثاني عالميا، كوريا تاسع، كلهم يعني بالاول 12 تقريبا بالعالم، ونحن ترتيبنا 44. باول جيم لعبنا ضد الصين قدمنا اول هاف بعقد، ما كانوا الفرق يعرفوا شيء عنا، من بعد هذا الجيم صاروا كلهم البطولة عم بيحكوا الفريق اللبناني، مع انه ما عنده امكانيات كبيرة، منظم، عم نشوف باسكتبول حلو على ارض الملعب، سو هيدا اول شيء قدرنا نفرق صورة حلوة عن البلد تبعنا، عن الباسكت اللبناني. اول 3 مباريات اكيد كانوا صعبين، لانه دائما الخسارة بتحب يعني قد ما تخسر تضلك تكون الفرق صغير، سو اكيد كانوا صعبين. سو العالم يلي ما كتير بتعرف نحن وين كنا وضد مين عم نلعب، يمكن عم ينتقدونا انه منن من جواتها، بس كمان لقينا كتير دعم كبير من الجمهور اللبناني، ان كان على مواقع التواصل او حتى باستراليا، وهذا الشيء اعطينا هيك دعم تنقدر نرجع نروح نلعب ضد تشاينيز تايبي يلي ما بيقول له شأنا عن غيرهم، يعني تشاينيز تايبي صار لهم 4 أو 6 سنين بالدرجه الاولى، وصراحه ما كنا متوقعينهم حتى هن يوصلوا على الجيم المفصلي، كنا متوقعينهم هن يتأهلوا لستيج تسبقنا اكثر، بس ثابت وقعنا ضدهم، فريق كثير سريع، سيستم كثير غير عنا، بيركضوا كثير، البرسنتج الشوتينج عندهم كثير عالي، بس قدرنا صراحه نلعب بشكل كثير منيح، ومثل ما بيقولوا نحقق كانه مفاجاه ونربح عليهم. طيب هون ريبيكا، انا واحد من يلي بيقولوا انه يلي بيقدر يربح على تشاينيز تايبي مع مستوياتهم يلي هن اعلى منا بالتصنيف تقريبا ب 20 او اكثر، 20 مركز او اكثر، كان ممكن يعمل مفاجاه مع فرق ثانيه. هل هالشيء كان ممكن؟ بصراحه خلينا نحكي، يعني لو كان في تركيز اكثر، تحضير اكثر، هلا بعرف انه الاتحاد هيدي امكاناته، وبعرف انه انتم لاعبات ما نكون محترفات، منكم عنده شغل، منكم عنده ارتباطات، ما كان ممكن تكون فتره معسكرات طويله لانه وضع البلد المادي وكل هيدا، بس كان فينا نحقق مفاجاه مع فرق ثانيه؟ صراحة مع الصين بعتقد عملنا أكثر شيء فينا نعمله، ومع كوريا كمان انا بنظري وبنظر الفريق كله كنا حابين ضد نيوزيلندا، كنا فايتين على الجيم، معنوياتنا عاليه، وكنا عم نامل انه نربح هذا الجيم لانه شفناهم وحضرناهم،
كثير منيح وهن خسروا كوريا، بس حسينا ستيل لعبهم بيشبهنا. بس بعتقد وصلنا تعبانين على هذا الجيم من بعد ما لعبنا الصين وكوريا، وكان صرنا بس 5 ايام واصلين على استراليا، سو عنا فرق الوقت، صرنا تعبانين ما قدرنا ابدا نجاريهم. فبعتقد يمكن لو هذا الجيم نرجع نلعبه، ما رح اقول لك يمكن نربح، بس اكيد بنخسر يمكن على 10 نقاط، بفرق اقل بكثير من ما خسرناه. كمان في البعض بيقولوا انه اللعبه المجنسه ما قدمت اللي لازم تقدمه للمنتخب اللبناني، في لاعبات لبنانيات مثل انت وغيرك كمان، ما بدي اذكر حدا حتى ما انسى حدا، انه اعطوا اكثر، يمكن لانه القميص اللي لابسينه او الفخر بانه عم يلعبوا لقميص منتخب بلادهم، شايفه هذا الشيء مثلنا؟ هلا دفنتلي نحن عنا انتماء اكبر، هيدا بلدنا بالنهايه. هلا الاجنبيه ساعدتنا كثير، بس نحن يمكن ما كانت الاجنبيه اللي نحن عايزينها بالبوزيشن تبعها، عايزين سايز اكبر، مترو 83 كانت، كنا عايزين حدا فوق المترو 90 لانه نحن قصار نعتبر، وبعدها صغيره ما عندها خبره كثير، سو كمان ما قدرنا هذا الشيء نستفيد منه، بس بعتقد عملت اللي فيها تعمله وساعدتنا كثير باخر جيم يلي ربحناه. وبلس بوقتها وقت تجنست هيدي الاجنبيه كان التجنيس صعب كثير، يعني كانت فتره التجنيس الاتحاد ما عم يقدر يجنس لنا من انه ما كان عندنا رئيس جمهوريه وهالاخبار، وبعدنا بنفس المشكله. بس بعتقد هلا بس اتحاد شاف انه فينا نعمل نتائج بعد احسن، لانه رحنا مش كثير محضرين وعملنا نتيجه منيحه، شاف بعتقد صار يامن فينا اكثر وعنده امل اكبر فينا. سو هوبفلي الكوتشيه من هلا عم يبلشوا يشتغلوا على الموضوع، هوبفلي بيقدروا هن والاتحاد يكونوا ايد واحده ويحطوا ايدهم ببعض، ومن هلا يبلش الشغل على تجنيس اجنبيين، لانه انا بظن اذا نجيب اجنبيه فيري جود ليفل وبالبوزيشن اللي نحن عايزينه بعد سنتين بآسيا، وحتى هلا عنا تجي تصفيات كأس العالم، نقدر نعمل نتائج أحسن. طيب خليني اشوف انا وياك والمشاهدين فيديو صغير عن اخر بانيه سجلتيها ضد تشاينيز تايبي، هيدي كانت ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي، رح شوفها انا وياك والجمهور نرجع نعلق على اللي شفناه. ريبيكا، كنت نجمة الفوز على تشاينيز تايبي بآخر بانيه، وكل العالم حكيت عن هالقوة يلي عندك يلي خلتك تعملي يلي عملتيه، بتكوني موجودة دايما بالأوقات الحرجة، شو بيعني لك هيدا الشيء كلاعبة لبنانية؟ أول شيء هذا الشعور يلي عشناه آخر ثانية يلي أنا عشته بعقد، يعني بعدني لهلا بحس الإحساس يلي حسيته كل ما أتذكره. دفنتلي ثقة كلهم، الاتحاد، الإدارة، الكوتشية، اللعيبة فيي، بتعطيني بوش كتير كبيرة، وبالنهاية أنا يعني حطيت كتير بمواقف هيك، والحمد لله يعني صار عندي الخبرة، صار عندي المنتل تفنس تقدر بهيك لحظات هيك أقوي قلبي وآخد decisions. وهيدي يعني بوقت الجيم كان ماشي حالي، كنت موفقة بالجيم، سو كنت مرتاحة، عندي التاتش على السلة، سو أبدا يعني ما ترددت بالديسيجن اللي أخذتها، وكنت قارية الجيم كتير منيح، والحمد لله قدرت حطها، وإن شاء الله تكون يعني هيدي هيك مسج لكل شخص بيحلم، عرفت؟ لأنه نحن بنلعب لهيك لحظات وبنحلم فيها. سو أنا حققتها، وبتمنى أوصل مساج لغيري إنه قد ما يشتغل على حاله بيقدر يحققها يوما ما. طيب هلا صفحة بطولة آسيا تويناها، المنتخب اللبناني يمكن يشارك بتصفيات كأس العالم،
شو بدنا او شو بتطلبي انت باسم اللاعبات اللبنانيات لنكون موجودين، وليش لا يتحقق حلم انه نوصل لبطوله العالم؟ هيدا حلم كل لاعب ولاعبه. عند الشباب صرنا واصلين اكثر من مره وهلا رايحين على بطوله العالم. انتم كصبايا عندكم هالشغف بالباسكتبول، عندنا فرصه كبيره نروح على كاس العالم، ولا بدنا نشارك بس لحتى نشارك؟ وهل بيتوقف هالشيء على الاستعدادات، على بطولة مقبلة تكون تنافسية أكثر؟ شو بدنا لنروح على بطولة العالم ريبيكا؟ أول شيء بتمنى التوفيق للشباب وإن شاء الله بيحققوا نتائج حلوة. بالنسبة لإلنا بدي أطلب من كل البنات نآمن إنه فينا نحقق نتائج ونآمن إنه فينا نعمل مفاجآت، لأنه هيدي البطولة آسيا رحنا بالأول كنا شوي فاكرينها أكثر سياحة من انه تكون عن جد حقق نتيجه منيحه. وبعدين بس شفنا الفرق وبس شفنا نحن كيف عم نلعب، من هونيك بلشنا نامن انه بنقدر نحقق نتيجه حلوه. سو هوبفلي الاستعدادات تكون فترتهم شوي اطول، يكون معنا اجنبيه جديده. في كتير لاعبات لبنانيه برات لبنان بالجامعات بامريكا بكندا، بتمنى الاتحاد يقدر يجيبهم تيكونوا معنا لانه رح يرفعوا ليفل تبعنا اكيد. وان شاء الله الجهاز الفني بيضل نفسه، لانه كان بيعقد معنا ومدير الفريق، ان شاء الله كلهم بيضلوا نفس الاكيب، ولانه كلنا بلشنا بالحلم سوا، وان شاء الله هلا عم نروح على حلم اكبر يلي هو تصفيه كاس العالم، نكون كاملين ونقدر نحقق النتيجه اللي بنتمناها. كل رفقاتك الصبايا عندهم هيدي النفسيه ريبيكا، ولا بدهم حدا يعمل لهم موتيفيشن؟ لا بعتقد كلنا عنا اياها دايما، عن جد دايما نحن بس نلعب بهيك مباريات ونكون نحن اندر دوجز. في عنا شلش لبناني يلي هو بتقاتل على لاخر نفس وبتامن بحالك على الاخر. سو بعتقد كلنا عن جد عم نعيش قصص ما كنا منتوقع نلعب تصفيه كاس العالم، وكل البنات يلي رح يكونوا فيها صيفيه الجاي اول مره عم نلعبها. ما بعتقد رح يعني مثل وصلت اللقمة على التم، ما بعتقد رح نروح بس نكون مجرد رقم هنيك، كلنا رح نكون عنا هيدا الدافع نعطي كل شيء عنا ومثل ما الله بيريد. أكيد أكيد. ريبيكا أنت من عائلة باسكت بول بامتياز، يعني شفنا رودريج ورالف عم بيدعموك على السوشيال ميديا، بيدعموك بالحياة شو ما تعملي. شو بيعني لك هيدا الشيء انه عندك خيين من نجوم اللعبه بلبنان وانت النجمه الثالثه؟ كثير بيعني لي لانه عندي دعم كثير كثير كبير منهم، بحسسوني قد ايه هن فانز لإلي، مش بس اخواتي، بيحكوني مرات كانه عن جد يعني بيطلعوا لإلي، وهذا شيء كثير حلو. عاده نحن البنات بنطلع على الشباب وبيكونوا هن رول مودلز تبعنا، هن عن جد بحسسوني العكس، هذا شيء كثير مهم لإلي. والاهم من هيك انه كمان بيكونوا واقعيه معي، انه مرات اذا ما لعبت منيح او غلطت بيجوا بيقولوا لي اياهم، مش دائما بيسيروني. سو هذا شيء كثير مهم تا انا اتحسن، وكانوا دعم لإلي كثير كبير بالكارير. سو عن جد جودهم بيعقد، وهن اشخاص ما كثير يمكن بيعبروا لي دائما بهذا الشيء، سو بس يعبرون ثاني كثير لإلي. وهوبفلي يعني بنضل هيك عم نساعد بعض، عم نكبر مع بعض، وحتى بالاكاديمية اللي عنا اياها. سو انا بتشكرهم من هون. ريبيكا بدي ارجع شوي لبطولة اسيا، الجالية اللبنانية الموجودة هونيك حكيتي عنها قبل شوي، نحن كنا عم نتابعكم من بيروت من اول يوم، كانوا حدكم، كرموكم، وقفوا الى جانبكم، شجعوكم. شو كان عم يعني لكم هيدا الشيء انه تشوفوا هالقد اللبنانية عم بيحضروا؟ وهلأ شو بتقولي لهم لهاو الناس؟ أعطونا أكثر من ما كنا متوقعين، يعني من أول نهار وصلنا على أستراليا كانوا بالمطار وكل جيم كانوا عم يجوا عليه، وحتى عزمونا كذا مرة على غدوات وعشوات. سو وجودهم كان معنوي وحتى مادي لإلنا، فبتشكرهم من كل قلبي. عملوا لنا هيك ضجه كثير كبيره بالجيمز، وحتى باخر جيم وجودهم كان بعقد، وعن جد حلو كثير تظهر برات بلدك وتشوف عالم لبنانيه بعد معلقين ببلدهم هالقد. وان شاء الله وين ما نساب عم نلعب كمنتخب او حتى كانديه برات لبنان، كلهم يتمثلوا بجاية اللبنانيه باستراليا ويكونوا موجودين، لانه عن جد بس تكون برات بلدك عم تلعب، هذا الدعم اللبناني بيعطيك بوش كثير كبيره.
انت صرت اليوم ايدول الصبايا اللي عم يلعبوا، ان كان عندك بالاكاديميه او بطولات لبنان للدرجات الثانيه والثالثه، شو بتقولي لهم لهاو الصبايا انه بيشوفوا فيك انت النجمه، انت اللي طلعتي لعبتي كمحترفه بدوريات كبيره، كابتن منتخب لبنان، عم تاخدي الديسيجن وقت اللي لازم تاخديها، عم تحققي نتائج هن بيحلموا يمكن يوصلوا ل، ما بدي اقول اللي عملتيه لاقل من يلي عملتيه، هيدول الناس الصبايا اللي بيطلعوا فيك بهيدي الطريقه، اليوم شو بتقولي لهم؟ أكيد بقولهم أنا ما وصلت لهون بلا ما أتعب، بلا ما أشتغل كتير على حالي، بلا ما أكرس برايورتي للباسكتبول، يا ما أفات ظهرات قصص مع العيلة. عن جد كتير كتير تمرنت، كتير تعبت على حالي، ومن أنا وصغيرة كان عندي هذا الهدف إنه ألعب بأوروبا. حتى وقتها كنت أقوله على ستعالي، في كتير عالم كانوا إنه يضحكوا علي، بس ولا مرة سمعت لهم، ولا مرة فقدت الأمل. سو بقول لهم انه اذا عندهم هدف واذا عندهم حلم يشتغلوا على التالنت يلي عندهم اياها، يحترموا العالم يلي معهم ثرو اوت ذا جورني، لانه هول العالم ان كانوا احسن منهم او ما بيعرفوا قدهم باسكت، كوتشي لعيبه دائما في تتعلم منهم وتحترمهم. واهم شيء كمان ضلوا اجايهم على الارض، وهن عم بيحلموا كثير، ضلوا اجايهم على الارض. ما في شيء بيجي بالهين، بس عن جد إذا بتحط قدامك هدف تشتغل له وبتضحي بكل شيء كرمال هذا الهدف فيك تحققه. قبل ما اختم معك سؤال، الموسم الجاي على الابواب وين بتكون ريبيكا بيكون في لقب البطولة، حسمتي خيارك ولا بعد؟ لا بعد ما حسمته، مني عارفة بعد إذا رح ألعب بلبنان أو بأوروبا، ناطرة الأوفرز اللي رح تجيني، ومن هونيك رح بعمل قراري. اخر شيء، الصبايا اللي كانوا معك بالمنتخب نحن بنرفع راسنا فيهم وفيك اكيد، وانت نجمه بالرياضه اللبنانيه وبالحياه العاديه، لانه عن جد انت ايدول لكل الناس، رفقاتك هاللاعبات يلي تعبوا تمرنوا كثير اشياء افوها بحياتهم كانوا بيقدروا يعملوها، انت وياهم ايد وحده على طول ونحن بنرفع راسنا فيكم، بدي توجهي لهم هيك كلمه صغيره تنختم هالحلقه. بدي اقول لهم اول شيء ثانك يو على الثقه يلي بيعطوني اياها، هيدا اول شيء، لانه كثير كثير مهمه عندي. بكل جيم عن جد بحسسوني قد ايه هن بيوثقوا فيي وقد ايه هن داعميني، وبدي اتشكرهم مثل ما انا قدمت كل شيء اعطيتهم بهالبطوله او دائما للمنتخب، هن كمان عم بيعملوا نفس الشيء مثلي. في منهم هن يمكن بعد بيتعبوا اكثر مني، انا بس شغلي هو الباسكت، هن في منهم بيشتغلوا بيرجعوا على الباسكت، في امات، في بنات مجوزه، سو بعد يمكن عم بيضحوا اكثر واكثر مني، سو بتشكرهم. وايد واحده ما بتزقف، سو دائما رح نكون متحدين نحن تنحقق اللي بدنا اياه وتنرفع اسم لبنان بالعالم. ثانك يو ريبيكا على هالاطلاله عبر برنامج ريبلاي، عن جد نحن بنحبكم نرفع راسنا فيكم، ثانك يو لك. ثانك يو الي. إذا مشاهدينا كان هيدا الجزء الأول من ريبلاي بريك، ومنرجع مع الجزء الثاني المخصص للبيتش فوليبول. عودة لريبلاي والجزء الثاني المخصص للكرة الطائرة والبيتش فوليبول مع عضو الاتحاد اللبناني للعبة رئيس لجنة الكرة الشاطئية غسان قرداحي. مساء الخير. مساء الخير إلي، كيفك؟ الحمد لله. غسان، بدي اقسم هالحلقه قسمين، اول قسم بدي احكي فوليبول ككل، والقسم الثاني رح نحكي عن دوري نادي الشبيبة الرميلي للبيتش فوليبول اللي رح تكون منقوله عبر شاشه الاو تي في الاسبوع الجاي. خليني اسالك، دخلت لاتحاد اللعبه على لائحه المعارضه وخرقت انت واستاذ اسعد النخل، كيف شايف الشغل بالاتحاد وهل بعد في موالاه ومعارضه؟ قريب بالبداية بدي لك بوجه شكر لك ولمحطة الاو تي في اللي عم بتضاوقوا دائما على اللعبة. بالنسبة لاتحاد فولي بول، بتصور انت شفت السنة كانت حافلة لحد هلا، اذا فينا نقول خلصنا كل الدرجات الحمد لله، عم نحكي فنيا. بقي عندنا هلا، جينا على موسم الصيف يلي هو البيتش فولي بول، واكيد هلا بنرجع عم نحكي عنها. كانت كل البطولات منيحه، يعني في شغله صغيره اثرت، كان المفروض انه ما يكون في لا معارضه ولا زعل ولا عتب، تخطيناها
تغطيناها ومكفيين شغل، ما رح نوقف عند اي شيء اذا الله راد. كمعارضه مواليت بتصور ما فيها لا بالاتحاد لا جوا ولا برا. شباب رفقاتي اللي كانوا معي بالمعارضه عم بشتغل احنا وياهم، لو كانوا برا بس موجودين وانا بمثلهم انا واسعد النخل. وبتصور عائله كره الطائره هلا بالوقت الحاضر مجموعه بشكل جيد، حتى ما اقول 90%، خلينا نقول 75 او 80% الكل عم يشتغل كره طائره صحيحه. والله يقدرنا تنرجع شوي صغيره هيك نرد هاللعبه مثل ما كانت بالسابق عاده. أكيد، يعطيكم العافية. خلينا نفوت شوي الله يعافيك. بالتفاصيل الفنية. اليوم في كتير أكاديميات فوليبول وبيتش فوليبول عم تنتشر بلبنان، نعم. أنت كلاعب دولي سابق بطل لبنان بيتش فوليبول، برأيك هيدا هو الطريق الصحيح للعبة ترجع لعزة؟ إلي انتبه، الإعلام يعني نحن عم نعمل شغلنا، اللاعبين عم يعملوا شغلهم، وبلا أندية ما فينا نعمل شيء. أكيد كل هو مجتمعين عم بيخلوا اللعبة ترجع تنطلق وبشكل سريع. أنا اللي شايفه، أنا اللي ملاحظه، ويمكن أنت كمان عم تتابع معي وكل حدا عم بيشوف إنه اللعبة عم ترجع إن شاء الله، إنه بلشت تاخذ محلها. وأكبر دليل هو الأكاديميات اللي عم تحكي عنها، صرنا عم نشوف بكل ضيعة بكل محل أندية ملاعب خاصة عم تنشئ أكاديميات. ما بخبي عليك عم يجيني تليفونات كثير بيسالوني، انت بتعرف انا من منطقه الرميله، شوف شوي صغيره الاكاديميات للبنات قليله، اغلبيتهم بنات سن صغير 15 14، وبلشنا باذن الله نحط مثل ما بيقولوا نمشي القطار على السكه الصحيحه، وان شاء الله مثل ما قلت لك الله بيقدرنا نرجع نقلع عن جديد بهاللعبه. غسان، في كتير انجازات صارت بهالسنه الاخيره، منتخب السيدات عم يربح بطوله غرب اسيا، المستوى حتى بدون لاعيبه اجانب عم بيكون كتير حلو، عم نشوف الناشئين ببطولات لبنان بكل الفرق، في بعض الفرق عم تعتمد كليا على اللاعبين الناشئين. برايك قديش بدنا وقت حتى نرجع نشوف الفولي بول مثل ما كنا نشوفها قبل، لانه الجمهور رجع في هجمه على اللعبه؟ هون أنا كنت بدي بلش حلقتي معك بتوجيه تهنئة من القلب من اتحاد الكرة الطائرة ككل. اليوم انعمل إنجاز كتير مهم، بطولة غرب، بطولة آسيا للأندر للتحت ال 21 كان عم بيمثل لبنان فيها بتايلاند. اليوم عمر أبي كرم وهادي شبيب معهم المدرب وليام الأسمر خسروا المباراة النص نهائية ضد كازاخستان، ولكن ما أثرت عليهم، كنا نتمنى يوصلوا على الفاينل، بس صاروا من دون أربع دول مؤهلين لو ما وصلوا على الفاينل لكأس العالم يلي بدها تصير صوب نوفمبر بتصور. فبدي أوجه لهم تهنئة قلبية والله يوفقهم إن شاء الله بيرجعوا بالسلامة. هيدا أوكي. أكبر إذا بدك من هون في يقول إنه الإنجازات بلشت وإن شاء الله بتكفي. طيب الموسم يعني موسم البيتش فولي بول انطلق، عم نشوف دورات على كل الشط اللبناني، عم نشوف مهرجانات صيفيه للاندور. البعض غسان بكل صراحه عم يعتبروا انه البيتش فولي بول ممكن بكم سنه تتفوق على الاندور، لانه ميدياتيك، لانه حلوه، لانه فيها انترتينمنت. انت شو بتقول كلاعب سابق بهي اللعبه وبطل لبنان اكثر من مره؟ إلي هاي اللعبة منتشرة عالميا على كل شواطئ العالم، لعبة كل لاعبين الفولي بول اللي بيلعبوا اندور بيحبوها، ولكن في قسم منهم لأنه بتعرف أنت يمكن بيعتاش من هاللعبة أو بيطلع مدخول تاني إلى جانب شغله بخاف يعور حاله، ولكن أغلب اللاعبين عمال يلعبوها. وأنا حبيت هون أكيد كمان بدي أوجه تحية مثل ما قلت بالاول، بشكر رفاقي رئيس الاتحاد، زملائي بالاتحاد من رئيس وامين عام واعضاء كلهم سوا على الشغل والمجهود اللي عم بيحطوه. وبدي كمان خص بالذكر الاستاذ ميشيل ابي راميا يلي هيك طلب مني
او بالاتفاق انا وياه حبينا ننطلق باللعبه هيدا الموسم من شط الرميلي، فكنتوا انتم حضرتكم رح تنقلوا هيدا الحدث اللي عم نشتغل عليه. صار لنا بصراحه فتره عم نحضر شط جديد بالاتفاق مع نادي شبيبه الرميلي، نادي الشبيبه، وباشراف الاتحاد اللبناني للعبه، وكمان بالاتفاق مع بلديه الرميلي يلي هي قدمت لنا فسحه من الشاطئ، وعم نشتغل نحن وياها ليل مع نهار لحتى ننجح اللعبه. وما بعرف اذا بنكفي بتحضيرات ولا نرجع لبعد شوي. رح نحكي عن هيدي اللعبه، عم بسالك شو ناقصنا لنوصل على العالميه بالاندور، وهل ممكن البيتش فولي بول تتخطى الاندور؟ كل لعبه لها ميزاتها، بتعرف الاندور لعبه جماعيه كبيره، بيلزمها تحضير وبيلزمها موازنه كبيره. بتصور نحن مفروض منتخب الناشئين عم نحضره مع الكوتش جوني لقيس، كمان بوجهله تحيه. وبتصور عنا منتخب، لا ما بدي اقول يعني لا باس فيه، جيد ان شاء الله، منتخب للناشئين وعنده استحقاق كمان كبير برا بالسعوديه، ان شاء الله انه بيروحوا بيعملوا نتيجه منيحه مثل ما عملوا نتيجه الشباب اليوم. من هون بقدر اقول لك انه الاندور نحن مكفيين فيها وحاطين كل ثقلنا وما بينقصنا شيء. يمكن بكل تواضع الموضوع المادي هو اللي بينقص اتحاد الكره الطائره، لانه نحن مبلشين جديد وما عندنا مدخول ثاني. وزاره الشباب والرياضه، انا جديد بحكيك بكل صراحه، جديد على الاتحاد، اللي عم نشوفه موازنتنا صفر، يعني ما عندنا موازنه، عم نطلع موازنتنا من الانديه، من شويه اعلانات صغيره، هذا ما بكفيك. ولكن ان شاء الله انه بس تبلش اللعبه تتطور ونحن عم نشتغل بايدينا واجرينا تنجرب نساعد هالانديه ونعمل دوراتنا مضبوطة، من هونيك ورايح اكيد بتبلش انجازات لحالها تتحقق، لانه كل الانديه هلا السنه كمان في توافق انه يكون في لاعب اجنبي. هيدي انا ما راح يعني من الناس اللي ما راح تقبل بمصدر قرار انه ما يكون في لاعب اجنبي، ضروري جدا لاعلاء شان اللعبه الاجنبي يكون باول جلسه، هو اولويه عندنا. وبالنسبه للبيتش فولي بول، يعني هيدي انا انت بتعرف لعبتي، لعبتها اكثر من 20 سنه ومثلت لبنان باغلب دول العالم، لعبه بتعز علي واكيد بتمنى لها وان شاء الله انها تتخطى برايي لعبه الاندور تتخطاها. نعم. ولكن كل وحده، لانه لعبه محبوبه كثير وما بدها كثير جهد، مش جهد عم بحكي بدني، جهد معنوي تنظيمي. تنظيمي اكيد. نعم اكيد. طالما حكيت حضر وتعمل دوره. طيب طالما حكيت عن اللاعبين الاجانب، في كتار بيقولوا انه صار لنا سنتين او ثلاثه عم نلعب بلا اجانب والمستوى كتير حلو، ليش بدنا نرجع نفوت الاجانب؟ يمكن واحد بيقطع بس اكثر من هيك بيكون عم ياخذ من درب الناشئين بلبنان، شو رايك؟ الي انت بتعرف نحن ما عندنا احتراف، بالفولي بول ما في احتراف. لاعبيننا كتر خيرهم، خاصه يمكن عم بتشوف المستوى اللي عندنا، مستوى اعمار اللاعبين عندنا صار اذا بدك فئتين، انا برايي فئه اللي هي اعمار ما بتتجاوز ال 21 22 سنه يمكن الماكسيموم، حتى ما اكون كمان خلينا نقول 23، وعندك فئه ثانيه صارت فوق ال 40 42 وطلوع. العمر الوسطي يلي هو بين ال 23 لل 38 40 مش موجود عندنا، ما لقيت عندنا فترة كورونا والوضع الاقتصادي، وقفت الفولي بول ست سبع سنين، وكمان كان شوي صغيرة هيك شوط قصير يمكن منا نحن كأندية كاتحاد. الشباب راحوا على ألعاب ثانية، قعدوا ببيوتهم، تسلوا بشيء ثاني، ولكن هلا بوجود اتحاد وأندية عم تشتغل مع بعض وكلهم هدفهم اللعبة، هيدا الجيل الناشئ ببشر بالخير. ولكن ما بتلاقي ولا دولة إلا ما عندها لاعبين أجانب. اللاعب الاجنبي قد ما نحن يكون مستوانا عالي، انا برايي بدل بحاجه لنطعم بلاعبين اجانب بيعطوا رونق وبيعطوا نكهه اكثر، وخاصه اذا انت بدك تسوي اللعبه اعلاميا، اكيد التلفزيون هلا نحن عم نحكي على او تي في كمان بتعني له يكون في لاعبين اجانب مستوانا عالي. نعم. خليني اتوقف انا وياك والمشاهدين مع بريك ونرجع نتابع الجزء الاخير من ريبلي.
نرجع لريبلاي والجزء الاخير، رح نحكي عن البيتش فولي بول دوره نادي الشبيبه الرميلي. خلونا نشوف نحن وياكم فيديو صغير عن الاستعدادات على شط الرميلي لهالدوره يلي رح تشوفوها مباشره الاسبوع الجاي نهار السبت بعد الظهر مباشره من شاطئ الرميلي. رح نشوف نحن وياكم نهائيات الدور نصف النهائي والنهائي لهالدوره. غسان، دورة نادي الشبيبة الرميلي هيدي مش أول مرة على ساحل الشوف، يمكن المرة الثانية أو الثالثة بتتنظم، شو الهدف منها وشو التوقعات؟ إلي كبطولة لبنان نظمت عنا مرة واحدة بطولة لبنان رسمية بال 2001 أو 2002، ومن يومتها كنا عم نعمل دورات صغيرة خاصة، ولكن المفارقة السنة انه هاي الدورة حبينا نبلش فيها نحن بالاتفاق مع الاتحاد وبتمني وبرعاية من اكس اكس ال انرجي درينك يلي الاستاذ ميشيل ابي راميا كان حابب هو انه تكون هي الراعي الرسمي لهالبطولة. اكيد صار اتفاق بيننا وبين نادي الشبيبة وبلدية الرميلي، تم استحداث شقفة على الشاطئ مميزة جدا، وصار لنا فترة جيت حضرتك وشفت موقع كثير حلو. انا بتمنى انه يكون في بالنسبة للمشاركة، مشاركة اللاعبين عندي مشاركة كثير جيدة، أكثر من 20 فريق وأغلبهم من اللاعبين لعبتهم البيتش فولي بول، يعني ما عندنا حدا هو كلهم محترفين بيتش فولي بول، كان من عندنا من المنطقة ولا شباب رح يجوا من طرابلس، من كسروان، من بيروت، من كل من الجنوب كمان عندنا فرق. هلا الغاية منها هي أول شيء تنشيط اللعبة، وتنشيط اللعبة بمعنى إنه هاللعبة أكيد المنطقة كلها بتعرفها هون، ولكن بدنا نقويها أكثر. وأنت بتعرف أنا هلا استلمت لجنة كرة الطائرة الشاطئية، وأنا من الناس اللي خلص لعبة بدمي بحبها كثير، ما بنام ليلة إلا وين في جيم، وين في شيء بدي أحضره، أو في شيء أي ايفنت عنا اياه بدنا نحضر له، كمان بسعى دائما انه يكون مميز وما نوقع ولا باي سقطه او اي هفوه. ان شاء الله انه هاي الدوره اللي رح تتغطى من قبل يوميا حسب ما حكيت انا وياك رياضيا من قبل حضرتكم او تي في، وراح يكون فيها كمان عندنا ال بي سبورتس رح تنقل بشكل يومي كمان جيمات من هون، فان شاء الله اعلاميا يتضوى عليها، متاملين يكون في حضور شعبي وجماهيري. يعني متوقع أنا برأيي أنه كل يوم راح تبلش الدورة ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر. يمكن صار في عنا مشكلة بالصوت مع غسان، كنا عم نحكي عن دورة نادي الشبيبة الرميلي اللي راح تنطلق التنين وراح تستمر للسبت المقبل وراح تكون منقولة عبر شاشة الاو تي في. غسان بعدك معنا؟ ايه معك. اوكي، بدي اسالك، طالما قلت انه رح يكون في لها متابعه جماهيريه، لعبه البيتش فولي بول تراجعت شوي بساحل الشوف، ولا يعني من وقت اللي كان في غسان قرداحي ما عدنا سمعنا بحدا من المنطقه ربح بطوله لبنان او كان عم يوصل لادوار متقدمه، في جيل جديد لهاللعبه بساحل الشوف؟ اللي في هي بالمبدا منطقه الرميلي، يعني بين الرميلي والجيه، هول المنطقتين تعرف هن ساحل مثل منطقة العقايبة والبوار وهيك، منطقة رملية، شاطئ رملي حلو كتير، عندنا منتجعات، لا نحن بنخرج دائما كل سنة، أنا عندي هون برميلي هلا أكيد بمجهود فردي، يعني الشباب كلهم محل ما أنا حاطط الملعب بيجوا من زمان مش من هلا، عندنا أكثر من 20 لاعب برميلي، شوي بالجي تراجعت إيه ما بقول لك لا، بس برميلي بعدها. هلا عندنا لاعبين كثير ناس ما بتعرف انه هن من الرميلي، شاركوا بطولات لبنان دائما، يمكن ربحوا بطولات وفي قسم منهم يوصل على النهائيات ما قدر وصل، معلش خليني اسمي امثال نادر فارس، نادر فارس هو زميل لنا ابن ضيعتنا، كنا نلعب نحن وياه برميلي، هو اللي اقصانا عن بطوله لبنان اذا بدك، اكيد بتعرف العمر له حق، كان لنا الشرف انه كان عم ياخذ محلنا نادر فارس، وفي خيو الياس فارس كمان ابن الرميلي، عندنا لاعبين امثال الي غطاس، يعني مش بس انا وجورج نمر اللي كنا عملنا ابطال لبنان، اكيد يمكن نادر الوحيد اللي قدر
انتزع البطولة لكذا موسم من بعدنا، بس هلا أنا بوعد وبقول إنه على المدى الطويل لا، في لاعبين إن شاء الله إنه بتشوفون على النص نهائي وعلى النهائي بطولة لبنان. لا شك إنه صار في كمان شغلة عند إلياب شديد بالعقيبة، عمل بي في بي كلاب بيتش فولي بول، فهيدا حسن وطور اللعبة هونيك. بالإضافة لهم كمان باللاترون كان في مدرب اسمه ويليام الأسمر، كمان زميلنا، كمان عمل ملاعب، كمان هذا ساعد بتطوير اللعبة هونيك. لهالسبب صرنا عم نشوف يعني عندك عمر أبي كرم بيو مارك عامل ملعب عندهم قدام البيت. تصور إنه اللعبة صارت كثير محبوبة، مش بس صارت على الشواطئ، صارت عم تدخل على قلب بيوت. لهالسبب عم أقول لك إن شاء الله إنها عم تتطور، والأمل إنها ترجع تاخذ محلها وبامتياز بإذن الله. نعم. غسان، يعني ميشيل أبي رميا رئيس سابق للاتحاد اللبناني للعبة عم بيدعم كتير رياضات، كان يدعم الباسكتبول، الفوتسال، الفوليبول، بيتش فوليبول، عدد كبير من الألعاب، ألعاب قوى كانوا عم بيكونوا منقولين عبر شاشتنا. هل اليوم الظروف الاقتصادية صعبة، وبعرف أنه خف سبونسر كتير، هل تعذبت لحتى قبل أنه تكون اسمها XXL Energy Drink وتكون برعاية شركة أبي رامي أخوين؟ لي الأستاذ ميشيل أبي رامي أنا بعرفه رئيس اتحاد كرة الطائرة، أنا بس كنت بطل لبنان ومثل لبنان ومدرب المنتخب. الأستاذ ميشيل ما كان، يعني انا تعرفت على الاستاذ ميشيل مش من زمان بصراحه، هو بيعرف انه غسان بطل لبنان بس ما في صداقه شخصيه بين بعض. فمن بعد ما عملت عضو اتحاد كذا مره قال لي انا عم تابعك دائما وبسني على النشاطات اللي بتعملها، وان شاء الله بيكون في تعاون انا وياك. قلت له انا حاضر لكل شيء بيخدم مصلحه اللعب والكره الطائره. فكان اول اتفاق انا وياه انه نبلش الموسم الصيفي ببطولة هاي الـ Energy Drink البيتش فولي بول تكون على شط رميلي وأنا عم بنظمها. أكيد هو رح بيكون الراعي الرسمي والوحيد لهالبطولة، وأنا رح كون مدير الدورة، ومثل ما شفت عمل يعني بجرب قد ما فيي إنه كل حدا يكون ياخذ حقه من لاعبين من حضور، وإن شاء الله إنه على آخر يوم على الختام رح بيكون في حضور رسمي مميز إذا الله رد. خليني اسالك هلا عن الدورات، عن بطوله لبنان كيف بدها تصير، طالما انت رئيس لجنه البيتش فوليبول بالاتحاد اللبناني للعبه، تعودنا يكون في دوري بكل المناطق اللبنانيه وترجع البطوله تصير بخلال اسبوع، بعده هيدا اذا بدك هيدي الطريقه متبعه ولا رح نشوف شيء مختلف السنه؟ ليك الي انا يعني من بعد مشاورات انا وبعض الزملاء، الامين العام، رئيس الاتحاد والمدربين تبع البيتش فولي بول، ارتقينا انه هيدي التور كانت تنعمل حلوه كثير، تنعمل على كل الشواطئ، ولكن في هيك انا اللي بشوفه انه بطوله لبنان الرسميه لازم تكون من اسبوع ل 10 ايام ماكسيموم، وبتكون بمحل محدد. انا رايي افضل هيك، مثل ما بنعمل البطولات العربيه، البطولات الدوليه. تور اكيد بتعمل حركه بالمنتجعات على الشواطئ، بس انت بتقدر تعمل دورات مثل عم بعملها انا هلا هون، وراح يكون في عشط لعيبه دوره، بي في بي كلاب عمل دوره، ويليام عمل دوره، دورات اللي بيحب يعمل دوره نحن بنشجعه ونشد على ايده اكيد، وشو فينا نساعده بنكون حده. بس السنه بتصور بطوله لبنان رح ترجع مثل قبل من الاسبوع للعشرة ايام، وراح تكون مبدئيا من 15 اب وطلوع، لانه لا. من بعدها في عندنا بطوله غرب اسيا رح نستضيفها نحن اذا الله راد، ويمكن ما بخبي عليك الاتحاد العربي حابب كمان نحن نستضيف بطوله العربيه عندنا بلبنان. الرئيس وليد طلب منه وكنا عم نشاور مع بعض اذا عندنا امكانيه نقدر ننظم دورتين مع بعض. فالبيتش فولي بول اذا الله راد للتالق من جديد، ومثل ما قلت لك ما رح ننام، ما رح نخلي النهار يقطع بدون ما يكون عندنا شغل لمصلحه اللعبه. كمان بفتكر وزير السياحة الأستاذ وليد نصار بده يعمل دورة أو يرعى دورة دولية على شط بلاط إذا ماني غلطان، كان عم ينحكى بهذا الموضوع مع فرق من اليونان، قبرص، مالطا وغيرها. يعني مثل ما قلت أكيد الموسم مشتعل، وأكيد XXL وأبي رميا أخوين
رح يكونوا رعاة لكثير من هيدي الدورات، لأنه على طول هن بيحبوا يساعدوا الرياضة اللبنانية. أكيد برجع نشكره مرتين يا أستاذ ميشيل على ثقته اللي حطها فينا، واليوم عرس ابنه يمكن بتصور الله يهنيه، وإن شاء الله أنه راح يكون طيلة فترة الدورة موجود معنا. طيب تنختم هالحلقة غسان أرداحي، هل أنت مطمن لمستقبل الاندور ولمستقبل البيتش فوليبول بلبنان، وشو بتقول لأهل هاللعبة؟ لي أنا بالنسبة لي أنا ما بفصلهم عن بعض، هل أني حكما مفصولين لعبتين، لأنه كل لعبة ولا قوانينا وأنظمتها، ولكن نحن اتحاد هو معني باللعبتين، هن ما لهم يعني مش كل واحد إلى اتحادها. نحن عم نعمل شغلنا بأيام الشتاء تتكون بطولة لبنان، بطولات لبنان اللي الأولى والثانية والثالثة، وهلا بلشت الرابعة إن شاء الله من هلا 10 أيام كمان من هي بالتوازي معها. انتبه بلشنا بالبيتش فوليبول مع بعض، مشي مع بعض زي الله راد، وبرجع بقول لك بوعدك انه هاللعبه اثنين سوا البيتش فوليبول والاندور رح يكفوا بشكل متوازي، وشو فينا رح نطلع فيه ونطلوع اذا الله راد اكيد، اللهم اذا الله وفقنا. هيدا كل شيء لي، وبشكرك لك للاوتيدي مره ثانيه، يعني بنقصنا شويه اضاءه اعلاميه على هيدي اللعبه. كنت بدي اسالك عن هيدا الموضوع، الاعلام اللبناني مش بس التلفزيونات يلي بتاخذ النقل المباشر، الاعلام اللبناني كيف عم بيتعاطى مع الكره الطائره؟ يعني شفناها طلعت طلعه كبيره، اكيد كورونا اثرت، اكيد الوضع الاقتصادي اثر، بس الاعلام اللبناني كيف بيتعاطى مع الدورات او مع هالالعاب مع هاللعبه الحلوه؟ نحن بدنا نحكي، يعني ما فيك هون الا ما تحكي بزنس الي، يعني انا اللي انا بعرفه انه نحن وقت اللي بدنا نجيب تي في ينقل او نعمل كونترا معينه معه بدك في بادجت معينه بدها تنحط. نحن اول ما بلشنا السنه بالموسم بلشنا شوي مؤخرين، كانت الفوليبول عم تنقال على صفحه الال بي سبورتس على مواقع التواصل الاجتماعي، عملت نقله بتصور حلوه كثير من هون، كمان فينا ما بعرف فينا نسمي لي اكيد الال بي سي اخذت النقل. ايوه اجت الال بي سي اخذت نقل المباريات النهائيه كلها سوا، وبتامل انه بالبطوله اللي جايه كمان اذا قلنا نصيب انتم بتاخذوها او اي تلفزيون ثاني، بتاملوا من كل قلبي انه ما يكون في شروط تعجيزيه علينا تنحط ونتساعد مع بعض. الفولي بول لعبه حلوه كثير، نحن وقت اللي بلشنا نلعب فولي بول بصراحه كنا صغار بالضيع، ما كنا نعرف الفولي بول، كنا يكون في مهرجان فولي بول يبلش بالليل يطلع النهار واللاعبين عم يلعبوا فولي بول الي، وما كان في لا اعلام ولا شيء. فكيف هلا وين صرنا في اعلام في تي في؟ يعني المجهود عم بيدوبل، واذا بدك هلا اهين من ايام قبل، بس مفروض انه يكون في تعاون وشويه هيك، مش ما بدي اقول لك تنازلات او بس شويه تواضع من قبل تلفزيونات تجاه هاللعبه لحتى تاخذ حقها. طيب وبشكر الاو تي في مره ثانيه لي، وبشكرك كمان لك عن جد على هالحلقه اللي خصصنا فيها. بعد ما خلصت انا، اذا بدك خلص خلص اقل. لا ما خلصنا، بس انا بالنسبه لي واجباتي اني اشكر لانه هيدي شغله انا بقدرها. اهلا وسهلا فيك غسان. حكينا قبل شوي انا وياك هيك تنختم هيدي الحلقه، حكيت انه منتخب لبنان للسيدات ربح بطوله غرب اسيا، في عنا عمر وهادي وصلوا على بطوله العالم بيتش فوليبول، عم بتقول لي عنا منتخب ناشئين كمان راح لعب بالاردن لعب بالسعوديه عمل نتائج حلوه طلع رابع. انت لانك بتتابع هالقد فوليبول وبيتش فوليبول، برايك فينا نشوف منتخب لبنان للفوليبول بيوم من الايام ببطوله العالم مثل الباسكتبول مثلا، ولا بعيد هالموضوع؟ الاندور اندور يعني على المدى المنظور انا بستبعد انه نوصل لهونيك. اذا بدك قلت لك عم تقول عم تابع، ايه وانا بتمنى كل الشباب اللي معي اللي هلا في انتخابات جديده بعد السنه الجايه بتصور بعد سنه لكل الاتحادات ومنهم اتحاد الفوليبول، ان شاء الله يجي اكيب على الاتحاد يكون عنده نفس التفكير نحن بنفكره، يعني اذا بدك هيك التضحيه في سبيل اللعبه نوصل قادرين نوصل. الباسكتبول وصلت اكيد انه مش هيك من ماشي، وصلت كان في انسان حط مجهود كثير كبير الله يرحمه انطوان الشويري
وساعد وماديا واعلاميا. وهون انت بتعرف اللي الاعلام له الدور الاول لاعلاء شان اللعبه، والفولي بول ما بينقص شيء الا قلت لك شو موضوع المادي. لا شوي صغيره الجيل الناشئ يلي هو هلا احنا معقولين عليه يلي هن من 18 ل 22 23 سنه، عندنا جيل كثير كثير منيح مستواه عم بيقارع الابطال، وهيدا ببشر بالخير. وبنتامل منهم انه بعمر ال 25 26 27 هن يوصلون على النجوميه وعلى كاس العالم، اكيد مش مستحيل. انا بدي اتشكرك غسان قرديحي عضو الاتحاد اللبناني للكره الطائره ورئيس لجنه البيتش فولي بول بالاتحاد على هالاطلاله. ان شاء الله هالدوره تاخذ حقها ان كان بالاعلام اللبناني او حتى بالنقل المباشر يوم السبت المقبل. شكرا لك. وانا بدي وجه تحيه لعمر ابي كرم وهادي شبيب يلي اخذوا لبنان على بطوله العالم للبيتش فولي بول. هذا بياكد انه الشعب اللبناني والشباب اللبناني على رغم الازمه الاقتصاديه وعلى رغم كل شيء عم بيمرق فيه البلد قادرين يرفعوا اسم هالبلد الصغير بالعالم كله. شكرا لك غسان. تفضل. بدي اشكرك كمان بوجه تحيه للشباب مره ثانيه، وبدي بس كمان ذكر انه الشباب هن قرروا يروحوا يمكن شوي فيها كلفه عاليه السفره ودفعوا من جيبهم. معلش لو هيدي شغله بس هيدا الواقع. لاقول لك انه نحن اتحاد ان شاء الله انه شوي شوي معنا بنقوي حالنا وبصير فينا نسفر كل منتخباتنا، لانه كان عندنا كمان مشاركه بالجزائر ما قدرنا نسفر منتخب البنات. وميرسي لك مره جديده لاول تي في. شكرا لغسان. انا بشوفكم الاسبوع الجاي مشاهدينا بحلقه رح تكون مخصصه للألعاب الفرنكوفونية اللي رح يشارك فيها لبنان مع رئيس البعثة ورئيس مصلحة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة ورئيس مصلحة المنشآت الرياضية بالوكالة الأستاذ محمد عويدات. إلى اللقاء.